نحن بدار الأوبرا. شو بدك تعمل بدار الأوبرا؟ جاي شوف ماما وفاء وبنتها نايا. بنتها كمان؟ شو لك علاقة بنايا؟ حبيتها كثير. شو لك علاقة أنت بنايا؟ أنت بس ماما وفاء. ست وفاء مصلي شو هاي الحلاوة؟ سلام. شو هي الأكل حلوة؟ إذا نيالو جمهور الحفلة اليوم هي بوجود حيدورة. كله رح يدورة طبعا. ماجد ما له حصة. لا سبانخ سبانخ خلاص. لا يا زلمة شو هالأكلة المعتة؟ لا مو معتة. أو شو كانت الشخصية اللي بتأديها فنانة وفاء مصلي بمسلسل باب الحارة؟ أما للطفية. مو على أساس حضران؟ للطفية حضرانه أنت على أساس؟ إيه أكيد باصمه أنت على أساس وجبتنا لهون مشان باب الحارة. والله لبكتنا ولبكته.